كلمة اللي يمكن لي نقول في حق هشام وهادي راه كيعرفوها جميع. الحمد لله راه ماشي هذا اللي ما غادي نترجموا بلا راه خونا او لا هادشي راه المغاربه كلها عارفينه. اللي كنتكلم ليه واحد شويه هو الحاله ديال الفنان المغربي، وماشي نفقس حيت ما كاينش حضور رسمي ولا شي حاجه، لا فوالا بارك علي الحضور ديال خوتو وحده من الاحسن، ولكن حتى لين غادي نبقاو هكا الفنان مهمل، الفنان مليوح، الفنان حتى كيمرض وكيتدخل سيدنا كيدخل صاحب الجلاله. عاد ديك الساعه كنتسناو دائما هذيك الرعايه الملكيه. فين هي المؤسسات؟ يا كنقولوا بلاد المؤسسات، فين هي وزاره الثقافه؟ فين هي وزاره الاتصال؟ فين هما هاد الناس هذو اللي كيضلوا كيقولوا انه الفنان المغربي خصو ياخذ حقه بلا الانتاجات خصها تخدم وبلا الناس خصها تخدم؟ دونك هذا سؤال عريض وكبير ومسطر عليه بجوج خطوط حمرين. الله يديم خلق، وإنا لله وإنا إليه راجعون.